يعطيكم العافية. سلام، حضرت اليوم نكمل في شرح مادة الأورال باثولوجي، ورح نبلش في موضوع السيست أوف أورال كافيتي أو الأكياس. طبعا موضوع السيست يعني شوي موضوع طويل، بس إن شاء الله يعني موضوع كثير حلو للفهم وللحفظ، يعني شوي بدخل بعضه، فعشان هيك أول شيء نكون فاهمين، بعدين إيش عشان إيش يكون علينا الحفظ أسهل ما يكون. طيب أول شيء شو يعني السيست؟ السيست قبل ما احكي لكم شو هو، مقسم له نوعين، لترو وعكس اللترو زي ما احنا بنعرف، الفولز او ايش الريلات. طبعا مين الموست كومن؟ اكيد اللترو. المهم هذا اللترو بيكون هو عباره عن شو، كافيتي. هاي الكافيتي بتكون مليانه بفلويد، تمام، ومحاطه بابيثيليوم. اذا هذا إبيثيليوم، إذن هي محاطة بإبيثيليوم، وجوا الإبيثيليوم طيب هاي اللي هي إيش، فلويد، أو خلينا نحكي بالله سيمي فلويد. طبعا شو يعني سيمي فلويد؟ حنشوف إيش كمان شوي. إذن هي فلويد يا سيمي فلويد ومحاطة بإبيثيليوم. الفولس أو الريلاتيف، أو مش الريلاتيف عفوا، السودو، تمام، سودا طيب هذا السودا نفس الاشي بتكون بس عكسها، تمام، وبكون جواتها يا بلد يا بس. اذا الفولس او السودا هاي عبارة عن نان ابيثيليال، نان ابيثيليال، تمام، وجواتها زي ما احنا حكينا يا بلد أو بس. فعكس الفوق الترو إبيثيليوم محاط بإبيثيليوم، وبكون جوا الكافيتي فلويد أو سيمي فلويد. أما الفولس أو السودا بكون مش محاط بإبيثيليوم، بيكون جواتها يا بلد يا بس. اتفقنا؟ طيب هذا معنى كلمة سيست. وين بتصير؟ بتصير بأي منطقة بالأورال كافيتي، بس تحديدا وين؟ خلينا نحكي إيش، بالمانديبل. المانديبل هو الموسكوما. طبعاً شوف اغلب الباثولوجي اللي بتصير في الاورال كافيتي المانديبل هو المسكوما، سواء كان تيومر او سيست او ما الى ذلك. اتفقنا؟ ممتاز. طبعا هذا هم التقسيمات راح ندرسهم بالمحاضره هاي والمحاضرات الجاي. زي ما احنا حكينا في عندنا نوعين، ابيثيليال سيست وفي عندنا نان ابيثيليال سيست. خلينا حبه حبه بالله نشرح الجدول. وش الابيثيليال سيل؟ يقسم لشغلتين، لاودونتوجينيك ونان اودونتوجينيك. لما نيجي نحكي عن شيء اودونتوجينيك معناتها من السن نفسه. طبعا الاودونتوجينيك هي الموست كومن، 90% من الكيسز هي عباره عن اودونتوجينيك، والنان اودونتوجينيك هي عباره عن ايش، 10% من الكيسز. اتفقنا؟ طيب هاي الاودونتوجينيك نفس الشيء مقسم للانفلاماتوري والديفلوبمنتال. طبعا بالمناسبه هذا الجدول لو ما فهمتوا هسا علي عادي، بس اسمع الاسم، اسماء السيست اسمعهم بس سمع، ما تحفظهم بس اسمعهم سمع. رايحين نجي ندرس كل واحد فيهم بالتفصيل. اتفقنا؟ طيب المهم الاودونتوجينيك مقسم للانفلاماتوري والديفلوبمنتال. اكثر سيست مشهور اوريدي درسناه لما جينا درسنا الجرانيلوما هو الراديكولار سيست. الراديكولار سيست مكون 70% من كلياته. اتفقنا؟ إذن الإنفلاماتوري أشهر واحد الراديكولار، مش بس بالإنفلاماتوري، من كل السيست الراديكولار هو الموست كومون سيست، ورح ندرسه طبعا بالتفصيل بمحاضرة اليوم. اتفقنا؟ ومقسم لأبيكال، يعني حسب قديش موجود وين موجود حسب الروت. إذا كان بالأبيكس بنسميه أبيكال، إذا كان جنب الروت بنسميه إيش، لاتيرال. إذا كان بعد الإكستراكشن وظلوا بنسميه ريزيديوال. تمام؟ الموست كومون طبعا مين هي؟ الأبيكال نسبتها تقريبا 75%، واللاترال هي أقل واحدة 5%، الريزيدوال قديش بضل؟ من 20%. والريزيدوال مرات بحطوه كسيست منفصل، بس إحنا إيش طبعاً راح ندرسه من ضمن الراديكولار سيست. اتفقنا؟ طيب في عندنا برضو الإنفلاماتوري واحد اسمه البارادنت. البارم يعني مجاور، برضو مش هال إنه النسبة المهمة، يعني مش راح ندرسه بالتفاصيل، راح هي نسبتها يعني كثير قليل اللي هي قد تكون 3%. وبالمناسبة البارادنتال هو ميكس ما بين الإنفلاماتوري والديفلوبمنتال، لبعدها راح نفهم. اتفقنا؟
هيك احنا خلصنا الانفلاماتوري. الديفلوبمنتال طبعا مش خلصناه انه مش راح ندرسهم، لا يعني حندرسهم بالتفصيل. الديفلوبمنتال اهم واحد بنسميه الفوليكولر سيست او بنسميه الدنتجرس سيست. الدنتجرس بكون مع السن لما بده يجي، اتفقنا؟ الفوليكولر سيست او الدنتجرس سيست اللي هي نسبته تقريبا 15%، تمام؟ بالمناسبه هو السكند موست كوم، اتفقنا؟ مين اول واحد؟ الراديكولار، الثاني الدنتجرس، وبعدها في عندنا ايش اسمه كيراتوسيست او او كي سي كيراتوسيست. المهم هذا الكيراتوسيست هو الثالث موست كومن، نسبته تقريبا من 5 ل 10%. طبعا في عندنا اذرز زي مثلا الجنجيفال اونست اوف نيوبورن، بما انه في عندنا نيوبورن فبالتالي راح يكون في عندنا الادلت. في عندنا ايش اسمه البرايمورديال سيست، في عندنا الايربشن سيست، في عندنا اكيد الفوليكولر بالتالي في عندنا الايربشن سيست، في عندنا اللاترال بيريدونتال سيست. طبعا اللاتيرال بيريدونتال بيشبه يعني كاستراكش يعني كراديوغراف بيشبه الراديكولر سيست في حاله اللاترال، بس ايش اكيد راح نميز بيناتهم. في عندنا ايش اسمه الجلاندولار سيست، في عندنا الكالسيفاينج اودونتوجينيك سيست، هذا بيحكوا لك ايام زمان كان يعتقد انه هو تيومر، تمام؟ يعني في راح ندرسه طبعا، بس بالايام زمان كان يحكوا انه هو تيومر. في عندنا الاورتيكيراتو كيراتونايز اودونتوجينيك سيست بيشبه الكي اس اي او الكيراتوسيست. طبعا ما تقلقوا هذول كلياتهم راح ندرسهم بالتفصيل. اذا هسه بس اعرف لي اكثر واحد موست كومن الراديكولار سيست، ثانيهم الفوليكولار او الدنتجر سيست، ثالثهم الكيراتوسيست، تمام؟ او الاوكيسي. في عندنا واحد رابع اسمه النيزوبولاتين، تمام؟ هذا بيشبه القلب، بيكون فوق عند منطقه الانسايزرز، لما نيجي نطلع عليه بالراديوغراف حرفيا بيكون الاستراكشر بتاعته ايش زي القلب، نسبته برضه تقريبا من 5%. خلينا نحكي هو الايش الرابع فور موست كومن، وهذا ايش بيكون نان اودونتوجينيك سيست. نيزوليبل مش راح ندرسه، يعني راح ندرسه يعني بس يمكن عليه نذكر عليه كلمتين. هيك احنا خلصنا الابيثيليال سيست او اللي هم الترو. النان ابيثيليال سيست اللي هم ايش الفولس، خلينا نحكي، تمام؟ في عندنا شيء اسمه تروماتيك بوني سيست، في عندنا انيوريزمال بوني سيست، في عندنا الستافني كافيتي او بسموه مرات الايديوباثيك كافيتي. شو هو؟ انا هيك بظل متذكره بيكون بالمانديبل، تمام؟ تكون هون في عندنا حفره تكون ايش راديولوسنسي، هاي ايش الستافني كافيتي او مرات بسموها بالايديوباثيك لانه السبب تاعها الايديوباثيك يعني بكل بساطه، اتفقنا؟ طيب التروماتيك بونيسس مرات بسموه السوليتري، من اسمه التروماتيك من تروما يعني. طيب هذا هم النان ابيثيليوم. السوفت تيشو في عندنا السليفري، من السليفري جلاند تحديدا الماينر، فعنا احنا بنعرف ميجر وماينر، هاي تحديدا بالماينر سيلفري جلاند. في عندنا الديرمويد، من الديرماس الابيديرمويد، من الابيديرمس الليمفو ابيثيليال، من الليمفويد تيشو، والثايروغلوستس من الثايرويد جلاند، وايش والتنك هون بيكون في عندنا انتفاخ في منطقه العنق. طبعا ما تقلقوا كلياتهم راح ندرسهم بالتفصيل، وعشان نكون مرتبين المواد كل ما اخلص سيست راح احط لك هذا الجدول واحكي لك انه احنا مثلا اليوم محاضره اليوم راح ندرس هذا التوبيك وايش راح احط لك عليه اكس انه احنا خلصنا، اتفقنا؟ طيب هذا الجدول برضو نفس الملخص اللي احنا حكيناه، اكثر واحد كومن هو الراديكولار سيست نسبته تقريبا 75%، الدنتجر سيست او سميناه الفوليكولار هو السكند موست كومن نسبته 10-15% زي ما احنا حكينا او 15%، الاودونتوجين كيراتوسيست او اختصاره او كي سي، ولو سمحت ما تلخم بين اودونتوجين كيراتوسيست واورثو كيراتينايزد اودونتوجين سيست، تمام؟ هذا كيراتو وهذا كيراتو بس اللهم هذا اورثو هذا ايش اودونتوجينيك. نوع الابيثيليوم بيختلف او مش الابيثيليوم اللي هي طبقة الكيراتين راح ندرسها بعدين، هي الثيرد موست كومون نسبتها 10%، والنيزوبلاتين اللي هي بتذكرنا بالقلب اللي هي نسبتها تقريبا 4%. بس يعني انا بدي اياك تكون عارف ان هذا المخطط في عنا ترو فولس، وعرف انه في عنا مين هم الفورث موست كومون، وايش عارف انه اليوم راح ندرس الراديكولار سيست بكل تفصيل منها، اتفقنا؟ ممتاز كثير. طبعا وبالمناسبه هذا البورد ان شاء الله مقص تقريبا شتاء، فان شاء الله يعني احنا حنمشي فيه بطريقه كثير حلوه عشان ايش نضلنا ململمين المعلومات، اتفقنا؟ خلينا نبلش هسه بالراديكولار سيست وهو ايش اول واحد وهو الموست كومن. الراديكولار سيست او مرات بنسميه دنتال سيست او مرات بنسميه البيري ابيكال سيست. ليش؟ لانه بكل بساطه اذا بتتذكروا جاي من الجرانيولوما، والجرانيولوما كيف جاي من كاريز، والكاريز بعدها بتعطي بالبايتس. اذا شو التسلسل تاعنا؟ كان كاريز تسوسات
وهي التسوسات اللي راح تعطي ايش؟ بلبايتس. تمام؟ عشان هيك سمينا هو انفلاماتوري بلبايتس، عشان هيك هو اسمه انفلاماتوري. وركزوا انه سببه بلبايتس مش جينجيفايتس لو سمحتوا، هاي كثير مهمه. تمام؟ بعدها راح يروح يتحول لجرانيولوما، وبعد الجرانيولوما راح يتحول لسيست. طبعا مش كل الجرانيولوما، هو نسبتها يعني 84% من الجرانيولوما بتروح تتحول لسيست. تمام؟ بعد هذا تروح تتحول للسيست اللي هو التوبيك تاعنا، عشان هيك سميناه بيري ابيكال سيست. تمام؟ بيري ابيكال يعني لو نيجي نرسم سن هاي، يعني بيكون في عنا اول شيء كاريز، اتفقنا؟ بعدها بالبايتس، بعد البالبايتس بينزل بصير في عنا سن نيكروتيك، فاكيد السن نيكروتيك ترى يصير في عنا هاي البيري ابيكال ليجن، او سميناها البيري ابيكال سيست او الراديكولار سيست. تمام؟ لو نكون دقيقين، هاي شو نوع السيست؟ الراديكولار. ليش سمينا بيري ابيكال؟ لانه تحت هاي الراديكولار. لازم نكون عارفين انه السن ايش ماله؟ نن فايتال، اتفقنا؟ وهيني انا بحكي لك ركز انه السبب بالبايتس مش جينجيفايتس، اتفقنا؟ طيب خلينا ندرس الريت تاعه. بالله قديش الريت تاعه؟ الريت بالسنه بارير، يعني قديش سرعه انه يصير في عندنا سيست؟ بكل بساطه هي عباره عن 5 مليمتر بالسنه. طيب ممتاز. طيب إذن هذا هو إيش الراديكولار سيست وكيف بصير، وإحنا حكينا بيكون إيش نون فايتل. أهم شغلتين هو بصير بكتب لك هون كلمة أني، هون بكتب لك كلمة أني، اتفقنا؟ هون كلمة أني، هون كلمة أني. أني شو؟ أحكي لك هون ممكن يصير بأني تيث حرفياً، أني، أو خلينا نحكي أول شيء أني إيج، بس الموست كومن من 20 سنة ل60 سنة. بس عاد ممكن يصير بالصغار، بس هو رير بالصغار. خلينا نحكي بالله انها رير ان شيلدرن. ليش؟ لانه بكل بساطه مرحله الديفلوبمنتال تاعت الشيلدرن كثير انها كثير سريعه. خلينا نحكي انها بالبرايمري عشان نكون دقيقين، رير بالبرايمري او سيلدم زي ما هو مكتوب بالشيت يعني، بس هي معناها رير بالبرايمري. ليش؟ لانه البرايمري فاست يعني مراحل الديفلوبمنت تاعتها سريعه، اما السيست بده تحط لك ايش؟ انه بده ايش؟ هاي تايم، عشان هيك ايش بصير في رير. اتفقنا؟ بدنا نكون برضو عارفين انه دائما الميل، مش دائما يعني اغلبيه الحالات، اذا ما كان في عندنا مرض اوتو اميون ديزيز الميل بيكون اكثر من الفيميل. هون ايش؟ هاي اول اني. ثاني اني اللي هي ايش؟ اني تيث، بس برضه في عندنا موست كومن، يعني ممكن واحدة من الحالات يا اما انتيرو ماكزيلا، وانت لازم تكون عارف لحالك ليش بالانتيرو ماكزيلا، وفي عندنا ايش بالبوستيرو مانديبل. اتفقنا؟ اذا بالانتيرو ماكزيلا ليش؟ يعني عليك بالضبط زي غيره عن طريق التروما، صح ولا لا؟ التروما. اما اذا كان بالبوستيرو مانديبل برافو عليك، عن طريق الكيرس، عشان هيك هي بتصير اكثر صراحه بالبوستيريو مانديبل، لانه ايش سببها؟ كاري زي ما احنا حكينا. طيب اذا زي ما احنا حكينا هي رير بالبرايمري، واهم شيء انه بتصير بالاني تيث، اني انتيرو ماكزيلا او انتيرو مانديبل، اتفقنا؟ وركزوا انه احنا قاعدين بنحكي ايش موست كومن بالمانديبل. طيب وفي شغله هسه صح نسيت احكيها، هاي سيب تو لس، يعني ما في عنا أعراض except في حالة مين؟ الانفكشن. ليش؟ لأنه إذا بتتذكروا الكاريز لبالبايتس وبعدها لكرونيك بيري أبيكال بيريدونتايتس، بعدها تتحول للجرانيولوما، بعدها الراديكولارسيس. وإذا بتتذكروا أصلاً إحنا حكينا نون فايتال، فأكيد مش راح يكون في عنا إيش أي ساين سيبتومز من ضمن الثيرمال تشينج. كذلك نفس الأمر بالكرونيك، إذا بتتذكروا كان 90% من الكيسز أسيبتوماتيك، فهي إيش تكون سيبتوملس إكسبت إلا إذا صار في عنا إيش إنفكشن. طيب في عنا حالة واحدة بيكون في عنا إيش سيبتوماتيك، ها تحط لك إنها إيش بتكون إيش سيبتوماتيك، حالة واحدة. شو هي؟ أو شيء قبل كل شيء، في هي زي ما إحنا اتفقنا بالبداية إيش بتكون كرونيك
صح؟ كرونيك بيري أبي كم؟ إيش؟ بريدنتاتيس أو أو شو خلينا نحكي كرونيك بيري أبيكال أبسس ممكن تكون كرونيك بيري أبيكال أبسس. هاي الأبسس سواء كانت بيري أبيكال أو ألفيولار أبسس بغض النظر، هاي نفترض إنها إيش؟ ظلت إيش لفترة من غير ما تصير هاي تريتمنت، نو تريتمنت، خلينا نحكي إنه هون نو تريتمنت، اتفقنا؟ ظلت لفترة طويلة ما صار فينا تريتمنت. هسا إحنا بنعرف السن، والله خلينا أرسم لكم إياه عشان نضلنا مستوعبين، تمام؟ هاي سن وبيكون هاي السيست، وإحنا بنعرف السيست بيكون محاط بشو؟ ببون، هذا هيك طبقة من البون، نيجي نعملها زوم إن، بالله هي، هاي هي السيست، تمام؟ وهذا باللون اللي بحطه هسا باللون الأخضر هذا ككل، هذا بون. طب وبالله من كنوع من المنطق هذا لما يتوسع مش راح يتفش البون زي هيك؟ او بالله خلينا نجي هيك، انا بدي ارسم هاي السيست، تمام؟ باللون خلينا نحط باللون لون هذا السيست، واحنا بنعرف السيست محاط بشو؟ هذا بون، هذا باللون الاسود بون. طب لو صار في عندنا بون ريزوربشن، هسا بدي انا ها البون ريزوربشن يعني شو ذوبان بالبون، هاي الطبقه السوداء هاي كلها تراحل، رح يكون في عنا مجال للسيست إنه يتوسع 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 يتوسع، رح يظل يتوسع بما يصير في عنا هذا الستركتشر إنه نتفق من البون أو هيك مناطق فيها بون ومناطق ذايبة. هذا المصطلح شو بنسميه؟ هذا المصطلح بنسميه إكشل، نفس طبق الأصل من مين؟ قشرة البيضة، بسموه إكشل كراك. هاي طبعا نفس الاشي، بتوسع بذوب العظم، بتوسع بذوب العظم. هذا المصطلح زي ما احنا سميناه شو؟ اج شيل كراك. طيب شو اسم الخليه اللي بتعمل ريزوربشن بالبون؟ اللي هي الاوستيوكلاست، الاو سي دلاله من الاوستيوكلاست تكون مالتي نيوكليتد، طبعا راح ندرس هسه بالتفصيل، تمام؟ بس اعرفوا انه مع السويلنج راح يصير ايش في عنا؟ اول اشي بصير في عنا سويلنج بالبون، swelling in bone. طيب swelling بالبون، وزي ما احنا شايفين البون بيضلوا ايش؟ هاي طلعوا swelling لمنطقة ايش؟ تحتي هاي المنطقة بنسميها below bone، او مرات بنسميها subperiosteal، sub معناها تحت، osteal اللي هي البون، osteoclast معناها بون، اتفقنا؟ سولينج بالبون، بعدين زي ما احنا شفنا البون ضلوا يسلوا ايش؟ بون ثينينج، كل ما البون بسلوا ثين شو راح يسلوا؟ لما اتفقنا صار في عنا ايش؟ بون ريزوربشن. شوف هنا برضو بون ريزوربشن. طيب هسه منطقيا البون هاي اتكسر البون، واحنا بنعرف ان البون محاط بشو؟ سوفت تيشو، صح ولا لا؟ اللي هي الميوكوزا. خلينا نحكي هاي الميوكوزا لما البون اول ما يتكسر البون، تمام، راح يبين الستركشر تاع السيست بلون ازرق. ليش؟ احنا حكينا هذا السيست هو بيكون جواته فلويد او سيمي فلويد، فبالتالي بعد الاكشل عشان هيك انا اصلا حطيته بلون الازرق، تمام، بيكون ايش؟ لونه ازرق، راح يبين ايش؟ لون ازرق لانه صار في عندنا ايش؟ تكشف بالسيست ووصل وين؟ بالسوفت تيشو. خلينا نحكي بالله السيست in soft tissue، اول ما يوصل السوفت تيشو زي ما احنا حكينا. طيب او شو لونه زي ما احنا شايفين باللون هذا؟ شو لونه؟ بلويش، او خلينا نحكي بلو. ليش؟ لانه جواته فلويد، اتفقنا؟ اذا اول ما يصير اكشن البون راح يصير له ريزوربشن وراح يضل يتكسر قبل ما يوصل السوفت تيشو، مجرد ما يوصل السوفت تيشو راح يكون لونه ايش؟ بلو، اتفقنا؟ طيب هل هو بيكون بالوضع الطبيعي بيكون لونه بلو؟ لا، شوف نفترض جبنا بالله نيدل، تمام، وعملنا له اسبيريشن انه جبنا هاي وسحبنا محتوياتها، راح يبان لونه اصفر. ليش لونه اصفر؟ كمان شوي راح احكي لك، بس بيني وبينك عشان له في الكوليسترول. طيب جينا عملنا له اسبيريشن، هيا شو اللي صار لونه؟ اصفر. انا ما راح احكي لك ليش، يعني اكثر من هيك مش راح احكي لك، بس بدك تكون عارف انها باي اسبيريشن راح يكون لونه يلو. مرات بيحكي لك من يلو لبراون، بس هو ايش؟ يلو، تمام، زي ما احنا حكينا بيكون جواته ايش؟ فلويد او سيمي فلويد
أو مرات بيحكي لك إنه سيمي سوليد أو سيمي فلويد نفس الشيء سيمي سوليد. وشو الوصف تاعه؟ إنه سترو، سترو فلويد أو إيش سيمي فلويد سترو. وركز على كلمة سترو. اتفقنا؟ إذا لما نسحب محتوياته بيكون يلو لبرونش، تمام؟ الوصف تاعه سترو فلويد أو إيش سيمي سوليد. طيب إحنا حكينا كلينيكي اللي بيبين لونه فلويد. طيب أوكي، الكلينيكي إنه يبين بشكل رير، إنه يوصل لهاي المرحلة رير. ليش؟ لما الواحد الطبيعي لما يكون في عنده كرونيك بري أبيكال أبسس دايركت بروح عند الدكتور، والدكتور بيلاقي تحت الراديوغراف الأبسس السيست عفوا. فإنه يوصل السيست لهاي المرحلة فيري رير. ليش؟ لأنه الاكتشاف تاعها كلينيكالي رير. ليش؟ برجع بحكي لك، المريض بيكون عنده كرونيك أبسس، بروح عند الكرونيك أبسس بلاقيها تحت الراديوغراف، إنها توصل مرحلة الكلينيكالي فيري ليت، يعني كثير إنها رير، تمام؟ فإحنا نحكي مالي عن طريق شو؟ الراديوغراف. مالي عن طريق الراديوغراف. كيف حنشوفها تحت الراديوغراف؟ بكل بساطة حنلاقي هاي الروت، هاي الروت بيكون في عندنا تحت منطقة سودا، هاي تكون ايش؟ راديو لوسنسي ار ال دلاله للراديو لوسنسي. وبين وبينكم هاي شو بدها تكون؟ هاي بتكون كورتيكيتد. شو يعني كورتيكيتد؟ يعني بتكون ايش؟ واصله مع اللمن ديورا مع ايش؟ البي دي ال. هذا معنى انها ايش؟ كورتيكيتد. والله انها ايش؟ هذا معناها انها كورتيكيتد. اذا كلينيكلي بشكل رير شو بتبين؟ بلو لو بلوش. اتفقنا؟ مالي بنلاقي عن طريق الراديوغراف بتكون ايش؟ راديو لوسنت. طبعا ما تقلقوا، هين رايحين ندرس هسه الراديوغراف تاعها، بس يعني هيك بشكل هند. اتفقنا؟ اذا نرجع نحكي كرونيك بري ابيكال ابسس، ما في تريتمنت، تحول لشو؟ لسيست. صار في عندنا سويلينج بالبون، كل ما عماله بصير له ثين، صار له ريزورفشن يعني عن طريق الخليه اسمها اوستيوكلاست. يا سيدي ماشي، صار في عندنا اكشل، صار في عندنا ايش؟ سيست بالسوفت تيشو، صار لهم هم بلو. ليش؟ لانه محتوياتها فلويد. بنشوفها كلينيكلي؟ لا، لانها ايش؟ رير. بيجيك المريض بيحكي لك انه في عندي وجع، تاخذ راديوغراف، هناك بتلاقي السيست. كيف نلاقيها؟ راديولوسنس بتكون كورتيكيتد. وهسه حنشوف انها يوني لوكيلر. هسه راح نشوف الاسبيريشن تاعتها بيكون ايش؟ يلو لبراون، استرو فلويد او سيمي سوليد. اتفقنا؟ طيب نفترض هاي السيست زي ما احنا حكينا هون لهسه احنا اسيبتوماتيك. لنفترض صار في عندنا انفكشن، هاي الانفكشن او البكتيريا راح تروح تحوله لشو؟ اكيوت الفيولر ابسس. اكيوت الفيولر ابسس، تمام؟ شو السبتوم؟ زي مثلا البين، اشياء ثانيه يعني. خلص هاي بين راح يكون في عندنا باس هون، صح؟ الاكيوت الفيولر ابسس احنا بنعرف ايش زي باس. الكرونيك اللي بتتذكر كان في عندنا الفيستولا، وميزنا بيناتهم بشكل كثير بشكل كثير مهم. اتفقنا؟ هذا ايش يعني؟ هذا البثوي تاعتها. يعني بتمنى ان تكون الامور هسه ايش مفهومه وسهله، ودرسوها على هيك يعني كفهم عشان يكون عندكم الحفظ اسهل ما يكون. طيب حسب الاناتومي تاع الروت اوريدي احنا ذكرناهم هيهم. الابيكال يعني على الابكس، لاترال يعني بيكون على الجنب، ريزيدوال يعني ريزيدوال يعني باقي، باقي بعد ايش؟ بعد الاكستراكشن او مرات حتى بعد الار سي تي. فهذا احنا وين شايفينه؟ على الابكس، صح ولا لا؟ هي هذا على الابكس. شو راح يكون اسمه؟ ابيكال. طبعا هي الموست كومن زي ما احنا حكينا، صح ولا لا؟ حكينا الابيكال هو ايش؟ الموست كومن، لانه ايش بيكون في منطقه الابكس. طب وصف لي، احكي لي انها والله دائري او اوفويد، صح ولا لا؟ اوفويد يونيلوكيولر. شوف هل شايف انت سبتم؟ سبتم يعني في عندنا هذا الخط بيجي هيك بيقسمها لقطعتين، هاي بنسميها بايلوبيلر. اذا شفته فيش فيه اي سبتم، هذا شو بنسميه؟ يونيلوكيولر، تمام؟ هاي شو بنسميها؟ انها ايش؟ يونيلوكيولر. ليش؟ لانه ما في عندنا سبتم. يونيلوكيولر لانه ايش؟ نو سبتم او انتراسبتا، تمام؟ انه ايش في يعني شيء بيوصل لقدامه زي ما شايفين. هذا البيض اللي بكون ماشي مع اللمن ديورا، هذا شو سميناه؟ هذا هو ايش؟ الكورتيكيتد، تمام؟ هذا ايش؟ الكورتيكيتد. احنا حكينا كورتيكيتد مع شو؟ كورتيكيتد
مع اللامنيديورا ومرت مع ايش البي دي ال. اتفقنا اذا كورتيكيتد مع اللامنيديورا افويد يونيليكولار ما بيكون في جوات السبتوم. شايفين بالمنطقه السوداء هاي بس نجبطها هاي كورتيكيتد. شايفين المنطقه السوداء هاي هاي هذا غير عن السواد اللي هون. هون في عنا سواد وهون في عنا كمان سواد. شو صار في عنا هون اللي بالنجمة هاي ده حطها هون؟ صار في عنا إيش؟ root resorption. وإذا بتتذكر بالresorption إحنا حكينا في عنا external تمام pathology تحديدا في عنا إذا كان في عنا inflammatory صح ولا لا؟ root resorption إيش؟ راح يصير في عنا root resorption. طبعا أي cyst بالحياة بيكون إيش الحجم تاعه أكبر من 1 سنتي. اتفقنا اذا كان اقل من 1 سم بيكون لساتنا في عندنا جرانيولوما. هذا هو ايش الابكس. نيجي نشوف والله هي جاي هذا اللاترال. هذا اسمه ايش لاتر. اتفقنا هذا ايش بنسميه اللاترال وهو طبعا اقل واحد كومون. اتفقنا هذا خلينا نحكي انه ايش رير. طيب كيف اجى؟ ما هو هاي السن هذا اللي عنده بالابكس الجرانيول كيف اجى؟ بحكي لك بكل بساطه اجى عن طريق الاكستنشن من الـ 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 مثلا المناطق النيكروتيك اجت من البول للكنال لللاترال بيرودنشن بعدها لللاترال للسن. اتفقنا اذا خلينا نحكي كيف اجى من الاكستنشن او امتداد الاكستنشن من البول بعدها ايش لاترال بيرودنشن. بي دي اختصار كلمه لاترال بيرودنشن. وهذا هو ايش كل إشي بخص اللاترال. نيجي للثالث. الثالث نفس الإشي. نفترض هاي السن اتفقنا هاي في صار في عنده تحتي منطقة سوداء. منطقة سوداء خلعنا هاي صار له إكستراكشن. آه والله ظلوا إيش موجود. هذا هو إيش الريزيديول. اتفقنا هذا هو إيش الريزيديول إنه إيش جاي after treatment. بغض النظر هاي التريتمنت إكستراكشن او ايش او ار سي تي. شوف الوضع الطبيعي بعد الاكستراكشن او الار سي تي يصير في عندنا ريزولف تمام. طبعا هاي الريزيدوال قد تكون ابيكس او ابيكال او قد تكون ايش لاترال. يعني هذا اللاترال لو خلعته ظلت موجوده بنسميه ريزيدوال. هذا الابيكال او الابيك اذا خلعته بنسميه ايش ريزيدوال. بس احنا بنعرف مينلي زي ما احنا هنا صار في عنا فيلير بالريزولف او انها تتشافى ريزولف تمام. طبعا هاي رير. الاحسن او الكومونلي انه يصير في عنا ريزولف. فالكومون انه ايش طبعا هاي بحط يعني الكومون هاي الصح انه يصير في عنا ريزولف. الرير انه ما يصير في عنا ريزولف. اتفقنا اذا الرير انه ما يصير في عنا ريزولف. وهذا هو ايش كل شيء بخص الريزيد. طيب هسا هذا الديفرنشال دايجنوستس. فين مصطلح اسمه ديفرنشال دايجنوستس لازم تكون عارفين. اول ما تشوف هاي اول ما تشوف هذا الراديولوسنسي ممكن يكون في عندك 3 احتمالات. يا اما جرانيولوما بس احنا بنعرف الجرانيولوما اقل من 1 سم بس هاي اكبر من 1 سم. او ممكن تكون ابسس. الابسس صح اكبر من 1 سم بس بتكون ايش مالها نت ويل ديفايند زي ما احنا اتفقنا اذا بتتذكروا بالعمليه. والشغله الثالثه انها تكون راديكولار سيست. فاذا ديفرنشال دياجنوس يا اما جرانيولوما بس احنا بنعرف الجرانيولوما اوريدي هي اقل من 1 سم. الراديكولار سيست يس هي حالتنا انها 1 سم واشمالها ويل ديفايند بوردر. الكرونيك بيريابيكال ابسس يس هي اكبر من 1 سم بس شو مشكلتها ال ديفايند. اتفقنا ممتاز. ونسبة طبعا الكورونيك بيريكال ابسس من كل امرجنسي اذا بتتذكر كانت 10 من 15%. عشان هيك لازم نميز بين الكورونيك بيريكال ابسس والكورونيك بيريكال بيرودونتايتس تمام. طب قديش نسبة انه يصير في عندنا سيست من البيريكال ليجن ككل؟ نسبتها طبعا في عندنا ديبيت يعني وفي عندنا كثير نطاق واسع. نسبتها من 6 ل 55%. اتفقنا. طيب هل كل بيريكال ليجن راح تحول لسيست؟ لا. طيب قديش نسبة إنه يصير في عنا جرانيولوما؟ وركزوا إنه مش كل البري أبيكال ليجن جرانيولوما. قد تكون بري أبيكال بيرودونتايتس أكيوت كرونيك وما إلى ذلك. اتفقنا؟ طب قديش إنه نسبة الجرانيولوما نفسها إن هي تتحول لسس؟ أحكي لك من 46 ل 84%. كذلك نفس الأمر في عليها خلاف يعني بس أرقام موجودة يعني صراحة مش إنه هالرقم إنك لازم تكونوا حافظينه. اتفقنا؟ طيب نيجي ندرس هسا الميكانيزم أو كيف صار في عنا عملية
السيست. طبعا هذا درسنا في الجرانيولوم. طبعا الكيز المفاتيح الرسم اللي راح ارسمه موجود هون، اتفقنا؟ طيب في عندنا خليه اذا بتتذكروا كانت اللي بتعطي الروت اللي هي الريست اوف ماليسيز، خلينا نحط كلمه روم ريست اوف ماليسيز، هيها ريست اوف ماليسيز هاي اللي كانت تعطي الروت، الروت ديفلوبمنتال، واحنا حكيت بعد ما يصير له الروت ديفلوب بعدين تروح وين على البي دي ال. المهم هاي بتكون بالبي دي ال موجوده. طيب وهي ايش الجرانيولاشن؟ جرانيولاشن شو تعميم تاع الجرانيولوما؟ نفترض انه بالبيئه تاعتها في عندنا بكتيريا، هاي البكتيريا بدها تفرز شو توكسينز، هاي التوكسينز بنسميها ايش اندوتوكسين، اتفقنا؟ هاي شو بنسميها اندوتوكسين. واحنا بنعرف الاندوتوكسين والبكتيريا بتروح تيجي ايش تفرز لي سيلز، هاي ايش انفلاماتوري سيل اللي باللون الازرق، هاي الانفلاماتوري سيل، هاي الانفلاماتوري سيلز بدها تروح تفرز سايتوكاينز جروث فاكتور انترلوكينز وما الى ذلك. خلينا نحكي انها ايش سايتوكاينز وايش جروث فاكتور، سايتوكاينز وجروث فاكتور. طيب هسه هذول السايتوكاينز والجروث فاكتور شو مالهم؟ بيروحوا يخلوا هاي الابيثيليا ريست اوف ماليسيز تفوت من البي دي ال، تنتقل من البي دي ال لجوا ايش الجرانيوليشن تشو الجي تي اللي هي اختصار جرانيوليشن تشو، بعدها شمال هذا الريست اوف ماليسيز حطوا هيك طلعوا بلش جروث جروث ينمو 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 زي شكل الطابي صح ولا لا؟ بعدها بتبلش تعطي هون ايش اكستنشن، طبعا هذول مهمين الاكستنشن تمام. طيب طبعا هون بيكون في عنا بلد فيسلز، برضو هون بيكون في عنا بلد فيسلز، ايش بيكون في عنا بلد سبلاي، خلينا نحكي انه بيكون في عنا بلد فيسلز بيكون في عنا بلد سبلاي. بس شوفوا هون الدوره الدمويه هون راح تنقطع راح تسكر راح يصير لها نيكروسيس، ومن المنطق هل راح يصير في عنا بلد سبلاي؟ لا. وبالتالي هل راح يصير في عنا جروث بالريس اوف مانيسيز؟ لا، راح يموتوا الابيثيليا اللي هون، الابيثيليا اللي هون راح يموتوا ويعطوا شكل السيست الاوريد الكافيتي اللي انا حكيت لكم اياه، اتفقنا؟ اتفقنا. هون برضو راح تعطي زي شكل الممر، هون برضو زي شكل الممر، وهون نفس الشيء شكل الممر. اذا اول شيء كانت على شكل بول كره، هاي بعدين راح تتحولت لشو؟ للسيست. السيست شو جواته؟ زي ما احنا حكينا بيكون جواته ايش؟ فلويد، اتفقنا؟ يعني هاي البول اللي انا كان بقصد فيها هيها بعدين صارت ايش سيست، هاي هذا وهي الاكستنشنز اللي انا رسمت لكم اياها. طبعا هل الاكستنشنز راح نبني عليها مثال، اتفقنا؟ طبعا مش كل يعني مش كل الكيسز راح تتحول، خلينا نحكي هون بالله نت اول كيسز. كمان شغله بدك تكون عارفين انت مجرد ما عملت انهيبيشن قللت من هاي البكتيريا راح العمليه كلها تتوقف، اتفقنا؟ اذا يعني حلو انك تكون فاهمين بهاي الطريقه. اذا كانت في عندنا ريسك اوف ماليسيز بتاعتي الروت كانت موجوده بالبي دي ال، اول ما يصير في عندنا انفكشن او البكتيريا تفرز الاندوتوكسين تروح تفوت هاي الريسك اوف ماليسيز جوا، تمام؟ تتحول لشو؟ للبول. هاي البول لما يصير في عندنا يقل في عندنا البلد سبلاي عن طريق النيكروزس راح تروح تتحول لسست. وبرضه احنا حكينا مش كل الكيسز، واهم شيء انت مجرد ما وقفت هاي البكتيريا الانفلاماتوري سيل بتبطل موجوده، هاي العمليه كلها تتوقف. ومهم جدا تكون عارفين انه احنا حولناه من بول لسيست، هذا اصلا هاي الفلويد الموجوده هون، واكيد الفلويد مش راح تبينه بالهيستولوجي، تمام؟ يعني لو نيجي هيك كهيستولوجي هاي اللي جوا هذا هو الكافيتي او الفلويد، تمام؟ هاي المنطقه الداخليه هاي الانر، هاي ايش الانر؟ الابيثيليال تشو، الابيثيليوم. برضو والله مهم نكون عارفين شو نوع الابيثيليوم، نوعه نن كيريتينايز يعني ما عنده كيراتين، ايش ستراتيفايد سكويمس، ستراتيفايد يعني اكثر من طبقه، سكويمس معناته ايش فلات، ستراتيفايد سكويمس، اتفقنا؟ طب الاوت طبعا هذا الانر، الاوتر هو نفسه ايش الفايبرس تشو او الجرانيوليشن تشو اللي احنا اصلا حكينا، تمام؟ هذا ايش والله بس شوي بعيد من بعض، الاوتر هو نفسه ايش الفايبرس تشو او مرات بيسموه شو الجرانيوليشن تشو
مرات بيسموها الكبسول، كلها نفس الشيء. وبالله كمان شغل بدي أكون مركزين لكم عليهم، وين موجود الانفلاماتوري سيل؟ منطقيا بالله الانفلاماتوري سيل هاي اللي انا رسمت لك اياها وين موجوده؟ جوا الجرانيوليشن. تجوا بالله خلينا نحكي هون انه الانتي هاي تمام اللي هي نفس الفايبرس الموجوده بالكبسول، اتفقنا؟ اذا هاي الكي عشان في حال هاي حطهم هون، اتفقنا؟ ممتاز كثير. نيجي هسه، مش احنا هون عملنا اسبيريشن وحكينا لونه اصفر؟ طب انا حكيت لك كمان شوي راح اجي اذكر لك شو المحتويات اللي جوا. طب يجي عملنا اسبيريشن، نرجع نحكي انه لونه ايش؟ يلو لا براون، صح ولا لا؟ من يلو ايش لا براون. وبدك تكون عارف انه الكونتنت كثير فاريبل، كثير فاريبل، في عنا اشياء كثيره، وبالتالي انت اصلا ما عرفت الفلويد هاي من وين اجت. طيب شوف نبدا اشرح لك اياها على الرسمه بعدين نعيدها، تمام؟ بكون في عندنا املاح هون، هذا بيخلي الشيء هايبرتونيك والهايبوتونيك، اكيد هايبرتونيك. بعدها الفلويد، طبعا هون هايبرتونيك مقارنه مع البلازما اللي حواليها. تيجي الفلويد من البلازما، ما هي الفلويد بتحب شو؟ السولت. تيجي للمنطقه هاي، بتيجي للمنطقه هاي، عشان هيك ايش يصير في عندنا فلويد. فهمنا ليش الفلويد من وين اجت؟ من عن طريق الهايبرتونيك السيستم. انا احنا حكيت مش قبل شوي، انا حكيت لك وينها جواتها فلويد، لانه جواتها املاح، والاملاح بتيجي من برا من البلازم لهون لهون لهون. ليش؟ لانه في ايش؟ هايبرتونيك، اتفقنا؟ طيب سمعنا كان او شيء هي هايبر فاريبل، كثير فاريبل. خليني بالله لو بدي اجي ارسمها هون، هاي السيست او الكافيتي تاعت السيست، فيها اول شيء ايش؟ هذا باللون الاخضر، هاي ايش؟ الهايبرتونيك، هايبر تونيك، انه محلول فيه كثير املاح، وجواته بما احنا حكينا الفلويد بتيجي لجوا، هاي الفلويد، فلويد والالكترولايتس اللي هم المعادن والاملاح يعني بشكل عام، فلويد والالكترولايت. وقبل شوي انا حكيت لك التيشو اللي هون مش كانت كره 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 كره، بعدها ماتت. بواقي التيشو راح يظلوا موجود جوا السيست منطقيا، صح ولا لا؟ خلينا بلا نكتبها انه تكسير هاي المقص التشو، انه بواقي تكسير التشو، خلينا نكتبها انها ايش؟ بواقي، عشان نضلنا متذكرينها، تمام؟ وفي عندها اشي مهم جدا جدا جدا، خلينا نلبس هذا، تمام؟ خلينا بس هون نرسم انه بواقي التشو، وفي عندنا اشي مهم جدا جدا جدا، هذا اللي بدي ارسمه انا، هذا هو بنسميه السيرم بروتين، السيرم بروتين. طيب هذا السيرم البروتين بده يروح يفرز شو اهمهم؟ طبعا الاميونوجلوبولين، اميونوجلوبولين هم نفسهم الانتي بودي، هذول نسبتهم تقريبا بال بعيدها شوي، هذول السيرم بروتين نسبتهم يعني حسب ما نطلع عليهم من جهتين، اذا يا من 50 ل 110 يا من 50 عفوا 5 ل 11. اذا كنا نحكي عن جرام بير لتر فهي ايش؟ 110. اذا كنا نحكي جرام بير ديسيلتر من 5 ل 11، اتفقنا؟ طبعا السيرم بروتين نسبتهم كبيره، ليش؟ لانه في عندنا خلايا اسمها اذا بتتذكر من الاميونولوجي مناعه، البي لمفوسايت كانت تروح تتحول لبلازما سيل. بالمناسبه مش انا حكيت لكم قبل شوي في عندنا انفلاماتوري سيل، هاي نفسها البلازما سيل اللي بتروح تعطي ايش؟ الانتي بودي. فأشهر خلية انفلاماتوري سيل بالله خلينا نحط انها ايش؟ البلازما. والبلازما كيف اجت؟ من البي لينفوسايت اللي بعدها راح تتحول ايش؟ وتعطي انتي بودي. طيب طيب هاي البلازما تروح تعطي بعدها ايش؟ الانتي بودي. طيب يعني مش مطالب انه البي لينفوسايت تتحول لبلازما، بس اعرف انه اشهر خلية مناع انفلاماتوري اللي هي البلازما سيل اللي بتعطي ايش؟ الانتي بودي. واخر شيء اللي بيعطي لونها الاصفر، هذا بحط لك اياه زي النيدل، هذا الاشي بايش بذكرك؟ الكوليسترول كريستالز، كوليسترول هيك تنكتب، كريستالز، هاي اللي بتعطي الشيمرينج او التلألؤ، اتفقنا؟ هذا ايش محتوياتها؟ لعيني للفهم، ليش لونها اصفر؟ شو سيرم بروتين؟ ليش جوات اصلا سيست؟ لانه جوات هايبرتونيك املاح، اجت الفلويد هيك والفلويد اتعبت وما الى ذلك، يعني اتفقنا؟ ممتاز. وهذول ايش هم؟ الكونتنت.
طيب نيجي هسه لعمليه الاكسبانشن. كيف صارت عمليه التوسع؟ انا اقول شو هون طبعا انا شرحت لك اياها قبل شوي هون. هاي نفسك وبس. خلينا نرجع نعيد. اول شيء السيست بيكون، خلينا نحطه بالله هذا، او شيء السيست بيكون صغير بعدها بتوسع وصار ايش، او شيء خلينا نحطه هيك اول شيء، او شيء بيكون هيك كبير وملا بعدها ايش بيصير في عنده ايش اللي هي انها كافيتي. اول شيء بيكون محاط بشو زي ما احنا حكينا، بيكون محاط بالبون. البون زي ما احنا حكينا بعده بيصير اكشل، هذا ترسم لك انه بعد ايش ببطل فيه البون. اذا اول شيء بدك تكون عارف انه الاكسبانشن بأول دايركشن، تمام؟ او شيء نكون عارفين هاي نكتب انها بالأول، اتفقنا انه صار في عندنا اول دايركشن. بعدها صار في عندنا الاكشل، ليش؟ لأنه صار في عندنا بون ريزوربشن. هسه راح ندرس البون ريزوربشن بالتفاصيل. صار في عندنا بون ريزوربشن، بعدها صار في عندنا ايش هاي السيست، صح ولا لا؟ ليش؟ لانه الفلويد اجى لجوا، الفلويد اجى لجوا، هاي الفلويد اجى لجوا، هاي الفلويد. طيب الفلويد كيف اجت؟ لانه في عندنا هايبرتونيك، صح ولا لا؟ برضه الفلويد لما تيجي لجوا بيصير في عندنا زياده بالهايدروستاتيك بريشر. هايدرو ستاتيك، هايدروستاتيك بريشر. طبعا الهايدروستاتيك بريشر بيكون كثير عالي لانه هو الضغط الناجم من ايش، من المي، صح ولا لا؟ من خاصيه الاسموزيه بتنتقل المي ليش لجهه الاملاح العاليه، فالاسموزه عن طريق الاسموزس نحكي والله الاسموزس بتيجي لجوا. فهذا ايش بده يكون يعطيه انه بيكون انه كوصف للشيء بيكون ايش يوني سنتريك، اتفقنا انه ايش برضه بانه ايش الاول دايركشن، اتفقنا. اذا الاول دايركشن صار في عندنا بون ريزوربشن راح تتوسع ويزيد في عندنا هيدروستاتيك بريشر، راح يصير الاستراكشر تاعتها يوني سنتر. طيب كيف صار في عندنا بون ريزوربشن؟ شوف الخليه المسؤوله انه يصير في عندنا بون ريزوربشن شو اسمها؟ الاوستيوكلاست، اتفقنا. اذا الاوستيوكلاست هي ايش اللي بتعمل البون ريزوربشن، ومين اصلا اللي بحفز الاوستيوكلاست؟ خلينا بالله نحكي القصه ككل. الفايبروبلاست، تمام، تروح تفرز شغلتين، تروح تفرز مقص، اذا تروح تفرز اشي باللون الاخضر طبعا بالمقص انزيمز شو اسمهم كولاجينيز، هيك كولاجينيز اتفقنا. وترى تروح تفرز برضه ايش بروستا جلاندين. هذول بروستا جلاندين انا بختصرهم كلمه اي لاف يو تو، I love F و إيش وفي حرف يعني كلمة E و two I love you too. هذول إيش بتحطهم باللون الأخضر. هذول الكولاجيناز والبروستاجلاندين ال I F E two بتنتج عن طريق الفايبروبلاست، بتتروح يروح يحفزوا الإنفلاماتوري سيل، تحديدا مين؟ البلازما سيل، ها تمام. هاي البلازما سيل خلينا نحكي إنها إنفلاماتوري سيل، حتى انفلاماتوري، تمام. دقيقه والله بس عشان يكون الامور ارتب ما يكون هيك، تمام. هذول راح احفز الانفلاماتوري سيل، حتى الابيثيليال، تحط الابيثيليال تشو انهم يروحوا ايش يفرزوا ايش انترلوكينز، انترلوكين طبلون الازرق هذا انترلوكين 1 وانترلوكين ايش 6، تمام. بعد ايش بيروح يحفز الاوستيوكلاس، والاوستيوكلاس مسؤول عن مين؟ البون ريزوربشن. اذا الكولاجينياز عفوا الفايبروبلاست افرز الكولاجينياز والبروستاجلاندين، راح حفز الانفلاماتوري سيل انها ايش تفرز الانترلوكين 1 و6، هذا راح يحفز الاوستيوكلاس عشان يصير فينا بون ريزوربشن. وهي هي عمليه السيست اكسبانشن، شفتم ابسطها؟ يعني للفهم كثير حلو انك تكون عارفينها، تمام. نيجي ندرس هسه الهيستولوجي، الهيستولوجي تاع مين؟ تاع الراديكولار سيست. شوف هسه اذا ما احنا حكينا من جوا في عندنا كافيتي، صح ولا من جوا عندنا شو في عندنا كافيتي، هاي جوا في عندنا كافيتي بتكون محاطه بابيثيليال تيشو، شو نوعه؟ نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس. من برا في عندنا فايبرس تيشو او عندنا الكبسول، خلينا نحكي انها ايش او الكبسول،
وجوه الكبسول اذا بتتذكر شو احنا حكينا في عنا الانفلاماتوري سيلز، اتفقنا؟ هسا شوف شو الاشي اللي بيخلي في عنا 1,000,000,000 للنوع السيست، اللي هو ترتيب الابيثيليوم، اللي هو ترتيب الابيثيليوم والانفلاماتوري سيل بس، يعني لا الكبد ما لهاش دخل، بس الابيثيليال تيشو والنوع الانفلاماتوري سيل اللي جوا هي بيكون في عنا ايش ديفرنت بتوين سيست. المهم هسا الهيستولوجي في عنا غرضين، في الايرلي ستيج وبالليت ستيج، اتفقنا؟ شوفوا بالمنطق يعني كنوع من المنطق، اي شيء بالايرلي ستيج بيكون منظم ولا لا كايرلي، يعني لسه ما صاروش وقت، بدي احكي لي من المنطق انه يكون ما يكونش في عنا منتظم، فبيكون الريجولر. شوف يعني شوفوا بالله هون الابيثيليال تيشو اللي هون كثير ثيك، هون طلع ثين، حتى في مناطق بتكون هون ما بتكون في عنا ايش ابيثيليال، فبالمراحل الاولى الابيثيليال تيشو بيكون الريجولر، الريجولر وايش ما لازم احنا حكينا بيكون ديسكونتينيوس، تكتب بس كلمه discontinuous. ثم أنا حكينا في عنا أماكن without epithelial tissue، اتفقنا؟ ودك تكون عارف برضو هذا أكيد مش زي هذا، بيكون في عنا variable thickness، تمام؟ بيكون في عنا إيش variable thickness. تعرف شو اللي بصير لقدام؟ هذا زي إنه زي كيف مثلاً تخيل في عندك طبقة سميكة من الـ من الـ من الثلج، مش وتفش بالثلج، مش بعده يعني هيك عندك، تمام؟ هاي عندك أرضية، هون في عندك ثلج، هون فيش عندك ثلج، هذا بلش زدته هون، مش كله بالآخر رح يصير زي هيك، صح؟ يعني إيش؟ لأنك أنت إيش بلش تزدته كلياته إيش بتقعد تدفش هيك، هذا الإشي اللي بصير حرفيا، بصير ثن، تمام؟ مستقبليا بصير ثن وش ماله يونيفير، فهون الفاري بالثيكنس، في عنا مناطق ديسكونتينيوس والريجولر، تمام؟ بعد هالإبيثيال تيشو بضلوا عم بزيد، صلوا هايبربلاجيا. أهم إشي بده يروح يعطي هذا الممر، هذا الأركيد زي ما هو مكتوب الشيت، ها هاي الممرات شو بنسميها؟ هاي بنسميها أنستوموسينج، هاي شو بنسميها؟ أنستوموسينج كورد، هي عبارة عن حبال تعمل أنستوموسينج أو تواصل مع مين؟ بتكون هاي عاملة أركيد أو ممر واصل مين؟ الكبسول، فكيف تحفظوها؟ سي من كبسول، تكون واصلة للكبسول، اتفقنا؟ مهم جدا هاي الأنستوموسينج، عشان هيك أنا أصلا ضليتني إيش أرسمه هون، أنا حكيت لك هون هاي الأنستوموسينج كثير مهمة، اتفقنا؟ تكون واصلة الكبسول. هسا الكبسول شو مالها هاي؟ بضلها تزيد، زي ما احنا شايفين هون في عنا هاي الكريستالات، هاي عبارة عن كوليسترول كريستالز، عنا هذا شو اسمه؟ البراونش زي ما انت بتتذكروا، هذا حسن او الهيموسيدرم حسن احفظوها، وفي عنا خلايا هون بتكون فورين زي ما احنا شايفين بهاي، تمام؟ هاي ايش؟ المالتي نيوكلياتين جوينت سيل، المالتي نيوكلياتد جاينت سيل، هذول كلياتهم جايين اذا بتتذكر نفسهم كوبي، بس من وين جايين؟ من وين هذول؟ من الجرانيولوما، من الجرانيولوما نفسهم كوبي بيست، تمام؟ بس هون شو الاشياء اللي بدنا نركز عليهم؟ البلد فيسلز بيكونوا عالي جدا، اتفقنا؟ هون البلد فيسلز بيكونوا عاليين، والانفلاماتوري سيل كذلك نفس الامر، هون تحديدا الكرونيك، خلينا نيجي هون نيجي دقيقين، الكرونيك سيل تحديدا مين اهمها؟ زي ما برجع بحكي لك اهمهم البلازما اللي بتفرز مين؟ الاميونوجلوبولين او الانتي بودي، اتفقنا؟ اذا الكوليسترول كريستالز والهيموسيدرم والمالتي نيوكليير جوينت سيلز جايين من الجرانيولوما، في عنا شغلتين، البلد فيسل بيكون كثير عالي والانفلاماتوري سيل كثير عالي، البلد فيسلز مرات بيعطي ايش؟ هيموريج، بصير في عنا نزيف بالريد بلد سيل، تمام؟ صار في عندنا ايش؟ هيموريج بيعطي الريد بلاد سيل، هذا ايش؟ بحالة الايرلي ستيج، الليت ستيج بتعكس كل شيء حرفيا، الليت شو بده يصير بالابيثيليوم؟ بتحكي له والله صار له ريجولر، عكسها صار ريجولر، تمام ريجولر، صار هناك كان دقيقة هون شو كنت؟ افاري بالثيكنس، هون بده يكون ايفن بالثيكنس،
طيب شوفي عندنا كمان شغلات هنا شو صار تمام كلياته فلات اند ثين. ما انا حكيت لك هناك هاي المنطقة اعتبر حالك تتفشها تتفشها كلياتهم راح يصيروا ايش نفس الثيكنس. اتفقنا؟ هذا بتشطبها هذا بتشطبها فلات اند ثين. اتفقنا؟ اصلا شو نوع الخلق الابيثيل اللي بتتذكره حكينا استراتيفات سكوامس والسكوامس فلات صح ولا لا؟ طيب المهم ريجولار فلات ثين ايفن بالثيكنس. طيب بعدها ممكن ممكن ها بس مش كل الحالات ممكن يصير في عندنا شيء اسمه مصطلح اسمه ميتابليجيا. نكتبها ميتابليجيا. نحول الابيثيليوم النورمال اللي هو اللي حكينا انه الابيثيليوم نار كيراتينايز ستراتيفايد سكوامس نروح نحول لشو لنوعيه ثانيه من الابيثيليوم انتوا باللون الاحمر. ميتابليجيا معناها تحويل من ابيثيليوم لنوع ثاني. طب تحديدا اي نوع من الابيثيليوم شو نوعه؟ ريسبيراتوري respiratory epithelium. طبعا شو بكون respiratory epithelium اللي بتتذكروا اللي هو pseudo columnar المهم مش مطالبين فيها ويكون معنا ايش mucus cell mucus cell. هاي طلعوا هاي الميوكس cell هاي هاي بتفرز ايش اللي اسمها goblet اللي بتتذكروا. طبعا اذا انا حكيت لك مش كل الحالات فقط 40% اتفقنا. اخر شغلة ممكن يكون في عنا هاي الهاي لاين هاي المناطق هاي 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 تمام. هاي شو بنسميها هاي لاين تمام هاي لاين يوسينوفيلك باتيز بنسميها ايش رش تون بودي رش تون باتيز هي عبارة عن هاي لاين يوسينوفيل بنسميها رش تون بودي. شوفوا هدول والله نبعدها شوي تمام. طيب هذول بيكون ايش مالهم فاري وفاري فاري يعني متنوع متنوع بالسايز تمام فاري بالسايز وفاري بالشيب. عشان هيك هل بما انهم فاري ونسبتهم فقط 10% فقط 10% هل من المتوقع انها تساعدني بالدايجنوز؟ اكيد لا مش مهمة انه انسى انها تساعدك بالدياجنوز تمام انها تساعدك بالدياجنوز انسى هي كنسل يعني تمام. طبعا هاي جاي من بواقي الابيثيليوم تحديد الاودونتوجينيك ابيثيليوم. طبعا هاي جاي من ايش الاودونتوجينيك خلينا نكتب اودي من الاودونتوجينيك ابيثيليوم برضه للمرة الالف الابيثيليوم لما صار في عندنا نيكروسيس هون مش انا حكيت لك صار في عندنا دث للخلايا وحكيت لك هون مش في عندنا بواقي للتيشو يس هي تحديد من الرشتن بس اتفقنا. طيب في مراحل الليت هون بتعكس كل شيء مش هون انا حكيت لك بزيد البلد فيزل والانفلاماتوري سيل هون بتعكسهم بقل البلد فيزل وبقل الانفلاماتوري سيل. لعاد شو اللي بيزيد؟ بيزيد الفايبروس تيشو هاي ليس فاسكولاريتي بيزيد ايش الفايبروس تيشو اللي هو نفسه مين الكبسول. طيب شو بالنسبة للآخر خلايا اللي هم حسن والمالتي نيوكليات جاينت سيل والكولسترول كريستالز هذول كوبي بيست ولا راح يصير لهم شيء. ليش؟ من المنطق لأنهم جايين من الجرانيولوما مش من السيست نفسها. اتفقنا؟ وهذا كل شيء بخص مين؟ الهيستولوجي تاعتها. طيب؟ طيب نيجي هسه للأبيرنس. الأبيرنس كيف تظهر؟ واحدة من ثنتين يا إما ترو وهي الموست كومن نسبتها 60% لازم تكونوا عارفين هاي النسبة اللي هو شو اسمه الترو. شوف هاي الكبسولة وهاي الابيكس هذول بيكون سيبريتد بالترو بيكونوا ايش مالهم سيبريتد. طيب شو يعني سيبريتد؟ يعني هاي السن وهاي السيست كيف بيكون سيبريتد؟ عن طريق الكبسول ما احنا حكينا صح ولا لا؟ نحكي هون باي كبسول. طيب هل انت لما تيجي تعمل ار سي تي هاي الار سي تي وسكرت انت هاي كل هذا هل وصل السيست؟ لا نحكي هون بالله انه بعد الار سي تي ما راح اكس انه يصير في عندك ريزولف انسى انه يصير في عندك ريزولف لانها اصلا ما لهاش دخل تمام. عشان هيك هي نيد سيرجري نيد سيرجر ايش اسمه انوكيوليشن او استئصال انوكيوليشن استئصال هاي بنسميها ايش سيرجري
تمام؟ عكسها مين؟ البوكيت تايب. زي ما احنا شايفين هاي مدخلات ببعض، تمام؟ هاي مدخلات ببعض. فهنا شو هنا عكسهم، شو بدهم يكونوا هنا؟ هناك سيبريتد، هاي ايش؟ كونتينيوس. كونتينيوس يعني هالسن بيكون هالسس لما تيجي تعمل ار سي تي، تمام؟ هاي ار سي تي راح يصير في عندك صح، يعني صار في عندك ريزولف. وهذا ايش؟ طبعا التفرقه بيناتهم، ولازم تكون عارف انه السيبريتد او الترو هو الموست كومن. اتفقنا؟ هذا كل شيء بخص الراديكولار سيس. بس يعني هون بدي احط لك على الهامش يعني شو التريتمنت تاعته. شوف التريتمنت تاعته اوريدي احنا ذكرنا، اتفقنا؟ التريتمنت تاعته اوريدي احنا ذكرنا، بس في الشيت كاتب شغلات صراحه يعني مش كثير دقيقه. خلينا نحكي كيف يصير في عندنا تريتمنت. تريتمنت لإله زي ما احنا حكينا واحدة من ثنتين، يا يعني بتعمل ار سي تي يا بتعمل ايش؟ اكستراكشن، صح ولا لا؟ متى الواحد بيعمل ار سي تي؟ لما يكون السن ريستورابل. ريستورابل يعني قادر انه احنا نعيد بناؤه او نحط له كراون بغض النظر. ريستورابل يعني انه ايش؟ راح بيقدر ايش؟ اكستراكشن لما يكون نون ريستورابل، صح ولا لا؟ يعني بس يكون بادلي ديستركتد ومش ضايل منه ولا شيء، بتعمل له ايش؟ اكستراكشن. طيب طيب الريستورابل بعد ما عملنا له ريستورابل، عفوا ار سي تي او اكستراكشن، وحده من ثنتين، يا ريزولف يا ايش؟ نون ريزولف. اذا كان ريزولف كان بيها، اذا مش ريزولف شو بنعمل؟ انوكيولوجن. رتبوه بهاي الطريقه يعني بتكون احسن ما يكون. اذا يا بنعمل ار سي تي يا اكستراكشن. اذا كان ريستورابل ار سي تي، اذا كان مش ريستورابل نعمل ايش؟ اكستراكشن. طيب اذا صراحه السيست كان بيه، اذا ما راح السيست نعمل انوكيولوجن يعني استئصال لكل السيست. وهذا كل إشي بخص مين؟ الاودونتوجينيك سيست، تمام؟ للمره الالف كل ما نخلص سيست من السيستات باجي هون بحكي لك هذول احنا خلصنا. اتفقنا؟ عشان نضلنا ايش؟ نبني من المعلومات. زي ما انا حكيت لك ووعدتك هذا الحكي شامل شيتان تقريبا يعني، وفيش ولا فرق بيناتهم. خلينا نقرا هسا الشيت على السريع عشان نتاكد احنا حكينا كل التفاصيل. درسنا سيست اوف اور ريجنز، زي ما احنا حكينا السيست هي عباره عن، طبعا فيهم شغلتين ابيثيليا ترو وفولس. المهم هي عباره عن كافيتي بتكون محاطه بفلود او سيمي فلويد ومحاطه بابيثيليوم، هاي سميناها الترو. اما اذا كانت مش محاطه بابيثيليوم سميناها ايش؟ السودو او الفولس. اذا كانت ترو لانك باي ابيثيليوم، اذا كانت فولس نوت لانك باي ابيثيليوم. تعريف ثاني كافيتي بكون جواتها فلود او سيمي فلويد مش بس اند بلاد، المهم انه تكون لا بس ولا بلان. سمع حكينا اهم بون بيصير لها ايش؟ المانديبل هي الموست كومن، اتفقنا؟ طبعا هذا الجدول نفسه اللي احنا حكيناه. السيست زي ما احنا حكينا الابيثيليوم او الترو هي 90% اودونتوجينيك، زي ما احنا حكينا فينا انفلاماتوري وديفلوبمنتال. الانفلاماتوري الراديكولار 70%، زي الابيكال 75%، اللاترال هي اقلهم والريزيدول 20%، والبارادنتال 3%. شوفوا ها جاي من جنجيفايتس، تمام؟ هاي جاي من بالبايتس، وركزت لكم على هالشغله. طيب المهم الديفلومنتال اشهرهم الدنتيجر سيست 15% او سميناه الفوليكولر، تمام؟ في عندنا الكيراتوسيست 5%، الاذر زي الايربسن والجنجيفال لاترال بيرودونتال جلانديولار والكالسيفاينج والاورتوكيراتينايز، هذا راح ندرسهم بعد. بعد درسنا النون اودونتوجينيك 10%، اهم اشهرهم النيزوبلاتاين، تذكر كلمه القلب الحب اللي هو الموست كومن نون اودونتوجينيك والنيزولابيل. زي ما احنا حكينا اذا ويزاوت ابيثيلي او الفولز او السودا، زي ما احنا حكينا بياثر على اماكن ثانيه مش بس الجزء، زي السوليتري اللي هو التروماتيك انيوريزمال ستافني او سمنا الايديوباثيك. اذا كانت بالسوفت تيشو زي السليفري ميوكوسيل، زي الريتنشن، هذا التحديد بيكون بالماينر سليفري جلاند بين الديرمويد والإبيدرمويد الليمفو إبيثيلا والثيروغلوسس. ما تحفظ لي ولا شيء غير اللي درسناه اليوم اللي هو مين؟ الريزيديوال والراديكولار، اتفقنا؟ طيب الراديكولار سيست اللي اسمه الثاني الدنتال او البيري ابيكال، كلينيكالي هو عباره عن فايتال 20-60 الايج، بس حكينا اني ايج. ليش ما بيكون سيلدوم او رير بالبرايمري؟ لانه ايش؟ بده وقت، والبرايمري ايش مالهم؟ تو شورت. طيب زي ما حكينا هو نون فايتال، والميل اكثر من الفيميل، اني تيت بس اشهرهم بالمجزل انتيريور لانها تروما، والمانديبل بوستيريور لانه بصير في عندنا كيرز بعدها بالبايتس، بعدها ايش؟ نون فايتال تيت، سبتومليس انفيك اللي اذا صار في عندنا انفكشن راح يروح يعطي هذا البلوش. طيب هي جاي من كورونيك بيري ابيكال بيريدونتايتس، بتكون اسيبتوماتيك وذاوت تريتمنت، راح يبلش سويلنج بالبون، راح بعد
الحدود تاعته اللي سميناها اندر بيريوستيوم او بيلوع او سب بيريوستيوم صافين بوني سويلينج بعد هذا ضلينت فاخين تبع بين يضلوا يصير ثين 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 بين يصير في عنده ايش ريزوربشن. سمينا هذا المصطلح ايش اكشل راح يبين على شكل بلوش لانه بيكون جواته ايش فلويد راح تبين عن طريق الميوكوزا. صار في عندنا كراك بعدها اذا صار في عندنا انفكشن راح تتحول لاكيوت الفيلور ابسس اللي راح يصير في عندنا بس وراح تصير ايش سيبتوماتيك بعد زي البين وما الى ذلك. هاي البلوش ديسكلريشن زي ما احنا حكينا انه نطلع عليه بناحيه كلينيكالي فيري رير ليش لانه بيجيك المريض بتوجع فانت بتعمله دياجنوست بشكل مبكر عن طريق الراديوجراف تمام بيكون نون فايتال اكشل كراك بلوش سويلينج بس نعمل اسبيريشن راح تبين ايش ستروكلر يلوش او براون زي ما احنا حكينا هذا النوع ابيكال هذا النوع لاترال وهو الرير ام الريزيدو لما تعمل اكستراكشن بضل بواقي قديش نسبه انه يتوسع كلير 5 ملي زي ما احنا حكينا هيك خلينا خلصنا اول شيء هذا ركب نفسه شو يعني السيست هي عباره كافيتي بيكون جواتها سي بي فلويد ما بيكون جواتها بس هي كثير كومون تحديدا اذا نطلع عليه بالراديوجراف مش بالكلينيكال نطلع از راديولوسنت بتكون محاطه بويل سيركمسكرايب او ويل ديفايند تكون كورتيكاتد مع لمندور او بالبي دي ال 90% منهم اودونتوجينيك شو تعريف الترو هي عباره عن ابيثيليال بيكون محاط من برا الفايبرس كونكتد تيشو بيكون جواته الانفلاماتوري سيل جاي من الاودونتوجينيك يعني من السل نفسه تمام يا من المجزله يا من المانديبل بس المانديبل هو الموست كومن اكثر تنقسم له ديفلوبمنتال والانفلاماتوري بلشنا بلاش انفلاماتوري الراديكولارسيس هو اكثر واحد مشهور وعباره عن الانفلاماتوري تحديدا من البالبايتس بتحول البالبايتس للسيست اللي جاي من مين من الجرانيولوما او الاسم الثاني البيري ابيكال سيست والدنتال سيست مين هو الراديكولارسيس المهم هذا الراديكولارسيس ممكن يكون حسب الاناتومي للروت قسمنا لابيكال ولاترال وريزيدوال اتفقنا حسب مين مقانو حسب الروت هو نحكي عن الموست كومن سيست عفوا الابيكال هو اكثر واحد منهم مشهور تمام بيكون مع ايش نان فايتال تي 75 من الحالات كلياتهم هو عباره عن ابيكال طيب زي ما حكينا البون بضل يتوسع بيطلع برا وبصير في عندنا البين فيري سيلدم الا اذا صار في عندنا اكيوت انفكشن اللي هي اكيوت الفيلور ابسس بتحول لأبسس نفس الحكي يا اخوان فيش ولا اشي زيادة حكينا بصير اني ايش بس اشهر اشي 20-60 ايش بس رير بالبرايمري او بالديسيديوس هي نفس البرايمري ممكن يصير باي مكان تحديدا بالمانديبل اشهرهم الراديوكلور والدنتيجرس والاوكيسية والنيزوبلاتاين وهذا نفس ايش الجدول احنا حكينا الابيكالسس زي ما احنا حكينا بيكون فينا زي ما احنا شايفين هاي راديولوسنسي تحت الابيكس بيكون نان فايتال افويد او راندد راديولوسنسي يونيلوكيولر لانه ما في عندنا سبتم بيكون ويل ديفاين زي ما احنا حكينا بيكون كورتيكاتد مع لمنيديورو مرات مع البيديال اتفقنا اي سس بيكون اكثر من 1 سنتيمتر اذا اقل بتكون جرانيولوما اتفقنا زي ما احنا كان ممكن يصير فينا ريزوربشن بالابيكس تاع الروت لاترال سيست هي 5% فاريكوما طبعا هي بالمناسبه 75% لاترال نون فايتال بيكون اكستنشن انفلاميشن والنيكروتيك ماتيريال جاي من البال بتضل هيش لاترال للروت كانال هاي زي ما احنا شايفين الريزيدوال سيست هي ثاني موست كومن 20% ممكن تكون لاترال ممكن تكون ابيكال بعد الاكستراكشن تمام بتظلها بعد الاكستراكشن وفي فيلر انه يصير فينا ريزورف تمام بعد الاكستراكشن زي ما احنا حكينا بس شوف زي ما احنا حكينا الموست كيسز او الاكثر كيسز بتصلها ريزورف افتر اليميشن اوف نان فايتال تي بغض النظر اندودونتك ثيرابي زي الار سي تي بالبوتومي بالبوكتومي او ايش الاكستراكشن قديش يصير في يتحول في عندنا النسبه حكينا اذا كانت في كل ال البيري ابيكاليجن من 6 ل 55 اما اذا كانت بالجرانيولوما من 46 ل 84% وما تنسوا ان الكرونيك بير ابكال ابسس نسبته 10 ل 15% ديفرنشال دياجنوز جرانيولوما اقل من 1 سنتيمتر الراديكولار اكبر من 1 سنتيمتر ويل ديفايند الابسس اكبر من 1 سنتي بس بكون ايش ال ديفايند الباثوجينيسز الابيثيليال ريست اوف ماليساز اللي بتعطي الروت بتضل بتكون موجوده بالبي دي ال بس في حاله الكرونيك بير ابكال جرانيولوما بيروح تتحول لسس ركزنا عليها نوت اول كيسز وجود الانفلاميشن والبواقي النيكروتيك بلب اللي بيعمل ايش اللي بتتذكروا نيكروز بتسكر البلد فيزل البكتيريا بتفرز انتو توكسين بصير في عندنا انفلاميشن بضلها ايش تصير عندنا بروليفريشن تنتشر ريست اوف ماليساز عبين ما ايش
يصير في عنا السيست تمام. بس احنا بنرجع بنحكي موس بيري ابيكال انفلاميشن راح يروح بس ايش الايجنت انشيل. وانا اصلا رسمت كلمه الانهيبيشن هاي رسمه الانهيبيشن هاي لما انت تعالج البكتيريا كل شيء ايش راح يصير له ريزولف. طيب طيب نكمل يلا نيجي ندرسها. الانفايرمنت الموجوده جوا الجرانيولوم هي عباره عن انفلاميشن. هل الانفلاميشن تروح تفرز سايتوكاين جروث فاكتور بيحفز الريسك اوف ماليسيس انها ظلت ايش تنمع بالسيبول اوف سيلز زي ما احنا حكينا. بس انه يصير في عندنا نقصان بالبلد سبلاي السنتر اوف سيلز راح ايش يموتوا وبالتالي راح يصير في عندنا نيكروسيس وايش يتحول السيلز عن طريق ايش اللوكويد فلاتيجو هيك فقنا نيكروسيز راح يعمل كافيتيشن عن طريق التوكسيك الموجود جوا بغض النظر جاي من البكتيريا وما الى ذلك نفس الحكي يعني. اتفقنا يلا نطلع عليها في ان اسيست جواتها سبيس بالسنتر ليش جاي من الفلويد. احنا بنعرف ان جوا بيكون الابيثيليوم من نوع استراتيفات كوامس نون كيريتينايز هيا تمام. بيكون عندنا من برا الجرانيولاشن تيشو اللي هو الفايبرس تيشو اللي بيكون ايش اوتسايد. اتفقنا زي ما احنا حكينا لما نيجي ناخذ اسبيريشن للنون فايتال تي تكون ستراكشر تاع سترول لايك فلويد او سيمي سوليد اذا بتتذكروا بيكون الابيثيليا بالانر والجرانيولاش تيشو او الفايبرس او الكبسول بالاوتر تمام. اتفقنا سيست كونتنت زي ما احنا حكينا عن طريق الاسبيريشن بتكون ووتري او الستروكلر او السيمي سوليد لونه يلو لو براونش بيكون زي المعجون بيست. زي ما احنا حكينا هو كثير فاريبل كومبلكس بس اهمهم بكون في عندنا هايبرتونيك مقارنه مع السيرم او البلازما. شوفوا بشكل عام شو هو السيرم هو عباره عن بلازما ناقص الكلوتينج فاكتور تمام زي الفايبرينوجين. المهم هنلاقي فيه بواقي التيشوز الابيثيليوم والكونكتيف تيشو في السيرم بروتين من 50 ل 10 ل 110 جرام بير لتر او من 5 ل 11 جرام بير تيسي لتر تحديد الاميون جلوبولين لانه ايش يكون في عندنا بلازما سيل جوا الكبسول وركزنا عليه يكون في عندنا ووتر الكترولايت كريستال كريستالز بيعطي ايش شيمرنج ابييرنس او المتلائم. الاكسبانشن زي ما احنا حكينا بكل الدايركشن كيف عن طريق البون ريزوربشن وحسب ايش الهيدروستاتيك بريشر بيكون كثير عالي تمام. كل ما صار في عندنا بون ريزوربشن صار السيس بتضلها انلارج هيدروستاتيك بريشر بيكون كثير عالي. ليش؟ لانه الفلويد اجله هون اجله هون عن طريق وجود هايبر تونيك بكون مقارنه مع البلازما او السيرم. المهم الووتر بضل تلحق جوا الكافيتي زي ما احنا حكينا عن طريق الخصمي الاسبوزي تمام. الهيدروستاتيك بريشر راح يزيد وبالتالي السيست راح يصير اكسبانشن وسولين بشكل يونيسنتريك او زي البالون. المهم البون ريزوربشن كيف اجى؟ شوف التسلسل الكرونيك سيل زي البلازما سيل بدها تروح تفرز انترلوكين 1 و 6 بعد الفايبر بلاست بروح يفرز بروستاجلاندين اي اف 2 اللي بتفرز بعدها الكولاجين وبعد الاوستيوكلاست. شوفوا انا هون اسف كثير تلخبطت يعني هون انا عكست بين شغلتين هاي اول شيء الانترلوكينز تمام انا بعتذر هذا الخلط تمام هيك يا منطقيا اكثر هيك اتفقنا. اذا الانترلوكينز او ايش الانفلاماتوري اذا او ايش الانفلاماتوري سيل زي مين زي البلازما سيل تفرز انترلوكين 1 و 6 اللي بتحفز الفايبروبلاست. هذا الفايبروبلاست بروح يتحول لكولاجين يفرز كولاجينس وبروستاجلاندين اللي بحفزوا مين الاوستيوكلاست. برضه بعتذر على هذا الخطا. طيب تمام هاي اذا صار في عندنا انترلوكين 1 و 6 عن طريق الانكرونيك انفلاماتوري سيل هاي بتروح تحفز الفايبروبلاست ان تفرز البروستاجلاندين اي لاف يو 2 والكولاجينس اللي بحفز زين الاوستيوكلاس. التريتمنت نفس الشيء كيف نعمل ريموفينج للسيس بالوضع الطبيعي انه ايش يصير في عندنا هيلينج. بس بحكي لك اذا الهيلينج ما صار اذا كان ريستورابل بنعمل ار سي تي تمام بعدين راح يصير في عندنا هيلينج. بس اذا ما كان ريستورابل بنعمل اكستراكشن. طيب عملنا ار سي تي وعملنا اكستراكشن بس السيس ما راح هون يا اما بروح لحاله إذا التسابير باي هيلينج إنه يروح لحاله أو إيش بيظلوا ريزيدوال. هون إحنا بنيجي نعمل أونوكيوليشن. طيب كيف نعمل كونفيرم للدياجنوز؟ ناخذ بيوبسي نروح نوديه للدكاترة بيعمل إيش هيستوباثولوجي. اتفقنا مش مهم الموضوع مهم يعني أغلب هون أصلا كلام مش منطقي.
الهيستولوجيزم احنا كان في عندنا كافيتي ومن جوا الانر ابيثيليوم نوع ستراتيفايد نان كيراتينايز سكوامس ابيثيليوم بكون محاط بفايبرس او كونكتيف تيشو او الكبسول اللي هو ايش بكون فيه ايش عنده الانفلاماتوري سيل. زي ما احنا حكينا وجود الابيثيليوم وكيف هو متوزع وجوا الفايبرس تيشو والانفلاماتوري سيل هي اللي بتعمل ديفرنس بتوين انواع السيست. الايرلي ستيج زي ما احنا حكينا الابيثيليوم بيكون الريجولار فاري بالثيكنس ولساته بيعمل بروفليفريشن بين النت كونتينوس لدرجه انه في عنا بارت بيكون ايش وذاوت ابيثيليوم لساته بسمه هايبر بلاجيا. اهم شيء بيعطي اللونج انستوموسين كورد اللي بتكون اركيد او ممرات واصله من الكبسول. بعد الفايبرس كونكتيف تيشو بيكون عنده كثير بلاد فيسل لدرجه انه بصير في عنا هيموراج بتطلع الريد بلاد سبلاي. كنا عنده أهم خلية اللي هي كرونيك انفلاماتوري سيلز البلازما سيل اللي بتروح تعطي ايش انتيباديز. وفي عندنا كوليسترول كريستالز والمالتي نيوكليت جاين سيل والهيموسيدرين او الحسن الجايين من مين الجرانيولوم. بلات ستاج كل شيء بصير يونيفورم مور ريجولار ايفن ثيكنس فلات انتين. ممكن يصير في عندنا ميتابلاجيا بتحول الابيثيليوم للريسبيراتوري بيكون مع الجوبلت سيل او الميوكوس سيل هاي 40% من الحالات. ممكن يكون في عندنا هذا الرشتن بادي او الهاي لاين يوسينيفيك بادي يكون بس 10% فيري بالسايز والشيف عشان هيك ما بنستخدمه بالدايجنوز جاي من الاودنتوجينيك ابيثيليوم. اخر شيء كل شيء بال الفيسلز والانفلاميشن بيقلوا بزيد عندنا الفايبرس عم الكوليسترول مالتي نيوكليت والحسن بضلهم لانهم جاي من الجرانيولوم. اخر شغلتين قسمناهم حسب الابييرنس لبوكيت والترو. والترو زي ما احنا حكينا هو المسكون من 60% الابيثيليوم بيكون سيبريتد من الابيكسات روت عن طريق وجود الكبسول. عشان هيك لما نيجي نعمل الار سي تي السيست بضلوا عشان هيك لازم ندخل جراحيا ونعمل انيكوليشن او استئصال هذا السيست. البوكيت زي ما احنا حكينا هو عباره عن 40% بيكون كونتينوس مع الابيكسات الروت. عشان هيك لما نيجي نعمل RCT بكون في عنا هيري. هيك احنا خلصنا محاضرة اليوم. يعطيكم العافية.